الجنادر كلها الجنادر التي وقعت ضد شعبنا لم يكن إلا كان يتنافر مع القانون الدولي والقانون الدولي والاتفاقية جنيف الرابعة، وعليه فإنه ليس مؤتمنا وإنما مثل على القانون الدولي، وإنما مثل الظلم الدولي الذي وقع على شعبنا الفلسطيني. نحن سوف نتوجه إلى كل المنظمات المتحدة، وبان كيمون لابد وأن يقاضى باعتبار أنه ارتكب جريمة حرب عندما تبنى الرواية الصهيونية، وعندما ترك الجيش الإسرائيلي يقتل أكثر من 2000 شهيد فلسطيني وأكثر من 10,000 شريع فلسطيني ومع دمار غزة. ولا تطمن على السلام على كيف أموره ولا كيف سحبه؟ ولكن بعد ذلك سوف نتحدث عن